السلام عليكم. دلوقتي لو انت عندك اي شكل موجود فيه الراينو بالشكل دوت اهوت وهنسيفه، عايزين ندخله بقى في قلب الريفت. خلينا نقول له فايل سيف سيف از، تمام، وخلينا نحطه على الديسكتوب اهوت، وهنسميه 1 2 3 والمثال بتاعه 3 دي ام سيف. هنروح للريفت واروح رايح للانسرت واقول له امبورت كاد، ده ريفت 2022، وهقول له تعال نروح على الديسكتوب وهقول له ان انا عايز ملف راينو اهوت، واختار الملف واقول له اوبن، فيبدأ يدخل لي الملف دوت عندي. هو دلوقتي عمل سيلكت عليه اهو 1 3 2، بس يمكن السكيب بتاعه صغير. ايوه تمام، ممكن نشوف 3D موجود في نقطة 0 0، دخلناه من قلب ال الراينو لقلب الريفت، بحيث ان انت تقدر تشتغل عليه عادي خالص. تقدر تدخل هنا ايديت تايب وتعدل الخصائص بتاعته. لاحظ ان انت ممكن تعدل وانت بتعمل له امبورت كاد، ممكن تختاره وتختار حاجة غير الجينريك موديل لو انت حابب.